مشاهدينا رجعنا، احنا كملنا في الخبز، نعاودو نرجعو ليه. انا فاصونيتو كيما راكو تشوفو، التزيين راح يكون كل وحده كيفاش تحب تزين الخبز ديالها. انا حبيت ندير بالسانوج، شويه بالسانوج وشويه بالجلجلان، فوالا هكذا. وحبيت ندير ان ميلونج بين السانوج والجلجلان مع حبه الحلاوه، سورتو حبه الحلاوه بزاف بنينه في المخبوزات. فوالا بهذا الشكل، شوفوا معايا هنا نخليه، ماراش راح يطول لي بزاف في التخمير تاعو، لانه ديجا انا عجنتهم مليح. الا عندك البيترا اخدمي بالبيترا، وين ما كاش تقدري تخدمي عادي كيما يقولوا بيديك، تعجنيه عادي. نخليه هنا حتى وين يخمر، من بعد نطيبه. اذا كيما قلت لكم مشاهدينا، اليوم راح نقعدوا في الخضروات. كيما راكي تشوفوا صفر اللحم، ما كاش اللحوم، ما استعملناش، استعملنا غير الخضروات. الوصفه الاولى اللي كانت عباره على الحساء، تقريبا الحساء تاعي راح تشوفوه مع بعض كيفاش راح تكون لا تيكستور تاعو. هنا مازال ما طحنتوش لانه راح نميكسي كلش. ضفت عليه مرق الدجاج، وكما قلت لكم ضفنا عليه العدس الاحمر من منتوجات مهدي. فوالا بهذا الشكل دوكا نميكسيوه فقط، ونقدموه مع شويه على الكريمه السائله اللي ما حبتش، لكن الاختيار سيدتي، حضريه كيما راه. وهنا هذه الفاكهه تاعي تقريبا راهي كذلك قريب توجد، مازال غير نميكسيوها ونحضروا العصير ديالنا. نمر الان مشاهدينا الكرام الى الكيكه تاع نهار اليوم، اللي هي كيكه الجزر، معروفه كيكه كلاسيكيه عالميه، يعني مكونات بسيطه. واش راح نستعملوا فيها؟ راح نستعملوا البيض. هذا الخطره الدجاجه تاعنا عندها ما جابت البيض، الله يبارك. اذا عندي 4 حبات تاع البيض، فوالا نجيبو الريسيبيون تاعنا. عندنا الحبه رقم 1، الحبه رقم 2، والحبه رقم 3، هنا رقم 4. مباشرة حنا البيض تاعنا راهو مليح، ما خصو والو. يلا نستقبلوا مكالمة شفيقة من المدية. الو، وين عاش؟ نعم شفيقة الأخت، واش راكي؟ لاباس؟ راكي لاباس؟ مليحة لاباس الحمد لله سيدتي، وانت يا صحتك لاباس؟ الخبز صحتي حنتي مريم، الخبز تاعك ما شفتش كيف درتيه. دوك نعاود لك الوصفة. داكوغ، دوك ماشي مشكل. ماشي الوصفة، الوصفة لا على بالي. طريقة. كيف لويتيه؟ نوريكم حبة كيفاش لويتو، ماشي مشكل. دوك ندير لكم ديمونستراسيون كيفاش شكلتو بهذيك الطريقة، ماشي مشكل. مزيان مازال عندي شوية تاع العجينة، لأنه أنا راني مزروبة شوية، باش صافي نوريكم لا ديمونستراسيون فقط، من بعد رايحين نكملوا. أنا العجين تاعي نقدر نديرو في الثلاجة عادي. راح نحيو شويه، الاخت شفيقه مازال كي معانا، على حبه فقط، يلا حبه فقط الاخت شفيقه. بو عندنا المهم، مهم جدا انه الوزن راح تكون 80 غرام. هنا نتخيلوا انه 80 غرام، نفتح العجينه تاعي بهذا الشكل، تبعوا معايا مليح بهذا الشكل، من بعد نبدا نغلقها كذلك حتى وين نغلقها تماما. وهنا نخدم بهذه الطريقة، فوالا هاي ليك الخبز تاعي، يعني طريقة جد بسيطة. هذا واش فيه؟ ما فيش حاجة كبيرة. المهم هنا كين هنا نزير، وهنا غير بشوية باش تقعد لي بومبي وتخرجي بهذا الشكل، لأنه هذا راح تلقاوه بوكو بلوس في المطاعم تاع لا غاسترونومي. إذا يعني طريقة جد رائعة وشابه، سي بريزونطام، راح تشوفوا الريزولتا فينال بعد قليل. اذا حطينا هنا 4 حبات تاع البيض، 150 غرام تاع السكر، وهنا كذلك 150 غرام تاع الزبده، كاس تاع عصير البرتقال. انا والله غير صراحه ما لقيناش عصير البرتقال، ولكن استعملناه بعصير المندارين. فوالا
اليوسفية، عندنا عصير البرتقال كاس، فوالا كيكة الجزر، يعني تبعوا فقط معايا وراح نشوفوا الريزلتا تاعها كيفاش راح تكون وكيفاش راح نقدموا الكيكة تاعنا الكلاسيكية المشهورة. نعاودوا فقط 4 حبات تاع البيض، 150 غرام تاع السكر، و150 غرام تاع الزبدة، و150 مليلتر تاع يعني عصير البرتقال او المهم لي زاغروم راح تستعملي على حسب واش عندك. هنا عندي القرفة، عندي لافاني، عندي لاليفور شيميك، وعندي البيكربونات راح نديرو كميه قليله، عندي الفارينه، وعندي 300 غرام تاع الجزر مرحي، وعندي هنا 120 غرام تاع اللوز مرحي او الجوز كيما تحبوا. اكيد انا استعملت منتوجات مهدي فود، دائما هما اللي حاضرين في الوصفات تاعنا. الجزر تاعي غسليه ورابيه كيما كان سيدتي، ما ديريهش طايب ولا، وانما هكذا اخضر لانه هو راح يطيب بالخف وفيه لما يعني. راح نضيف الجوز ديالي، عندي كذلك القرفة، رائعة القرفة، القرفة أنا من محبي القرفة خاصة يعني في لي غاتو تاعي. وهنا راح ندير لافاني، لافيفور شيميك، وشوية تاع بيكربونات اللي هي الأساسية في هاد الوصفة. نضيف الجزر تاعي اللي هي 300 غرام باش ما نطولش عليكم. هنا بالنسبة لوصفة مشاهدينا الكرام راح تلقوهم كامل على قناة اليوتيوب. وعندي هنا حوالي 300 غرام تاع الفارينة، نحركوا جميع المكونات مع بعض ونضيفوا الفارينة تاعنا بالتدريج. نعلى صدقوني واحد الرائحة تاع المندارين مع هذيك القرفة مع هذيك الجزر، عطاونا واحد مام اللوز جاتني الريحة تاعو عطانا واحد الرائحة ما شاء الله. هنا قلنا حوالي 300 غرام، نوزن 300 غرام تاعي ونبدا نضيفهم بالتدريج. هنا اي نوع تاع الفارينة، انا استعملت تيب 45 يعني لو تي 45 اللي تناسب لي غاتو تاعنا ولا الحلويات ولا الكيكات. هنا راح نطفي على العصير تاعي سيبو، وكذلك الحساء تاعي يبرد باش نفينيوه مع بعض. نحط مباشرة ونستقبلوا مكالمة من براقي. ألو السلام عليكم. عليكم السلام الأخت الكريمة، أهلا وسهلا بك، مرحبا. أهلا بك أنت، وصراكي لاباس؟ مليحة الحمد لله، وأنت يا صحتك لاباس؟ والله الحمد لله، عييت باش نشكرك. هذا ما كان مرفة اتصلي نورمالمون صوتك ماشي غريب عليا ولا ما في؟ نعم اتصلتي ديجا ولا لا؟ لا اول خطره ولا اول مره؟ مرحبا بك حبيبتي، مرحبا. تعيشي ربي يجازيك، تعيشي. قولي لي عجبوك الوصفه تاع اليوم؟ ما شاء الله يعطيك الصحه، نغري ربي يجازيك ان شاء الله. يعني وصفه موسميه، قولي لي اي وصفه حبيتي نحضروها. انا عجبتني لي وصفه اليقطين باسكو دائما نديرها. اها ويعني شغلتي وريتي لي كي خلطتي معاها العدس، العدس الاحمر. نعم المذاق راح يتغير تماما و يتبدل يعني ذوق رائع، فهمتيني؟ خاصة بالنسبة للأطفال اللي ما يحبوش. هي مليحة خاصة اللي عندهم تأخر ذهني ولا لا فوالا يعني. فوالا بزاف رائعة، يعني ننصحوا كامل بها المشاهدين. ما شاء الله. انه حساء اليقطين مفيد جدا يعني للصحة تاعنا. صحيتي الاخت، ربي يجازيك ما شاء الله، ربي يحفظك ان شاء الله. شكرا الاخت الكريمه، نشكرك على المكالمه. ونبلغ لك سلام البنت ديالي ثاني تحبك تموت عليك. ربي يحفظها ان شاء الله، ان شاء الله ما تكونش اخر مكالمه، ان شاء الله تعاودي تتصلي بينا ونهضروا معها ان شاء ربي الله. ربي يعاونكم ان شاء الله. شكرا. ان شاء الله من نجاح لنجاح. شكرا الاخت الكريمه، شكرا، نشكرك على المكالمه، شكرا.
اذا هنا بالنسبه اللي ما عندوش العجان يقدر يستعمل. انا دائما نحب نضيف الفرينه بالتدريج، لانه على بالكم كان تزيدوا شويه في الفرينه واش راح يصرى، قادر يبسلكم الكيكه تاعكم. اذا يا مريم الفرينه نضيفوها بالتدريج، راكي تسمعي فيا. نضيفوها بالتدريج كما قلت لك، حتى يا لو كان نقولوا لو تي 45. كل شركه كيفاش لو تي 45 تاعها، كاين اللي تشرب كاين اللي ما تشرب، باش نتفاهموا، لانه عندنا ثلاث انواع لو تي 45 وعندنا 55 وعندنا 150، فهمتوني؟ اذا تختلف تماما. إذا هنا كاينة نقطة مهمة في الكيكة هذه، أنه ما نحطهاش مباشرة في المول، لأنه لو كان نحطها أنا أحسن أنه نخليها شوية تتشرب وين هذاك الجزر تاعي يطلق الماء تاعو، باش نشوفوا أسك نزيدوا لها هذوك 300 غرام تاع الفارينة كاملين ولا راح نزيدوا أكثر، فهمتوني؟ إذا لازم نخلوها في لو باك تاعنا ونستقبلوا مكالمة. الأخت حورية من قسنطينة، ألو. نعم. حبيت لي الطرش اللي دارته ذاك النهار في الفيل، تاع العادي دارت طرشي وحار ورقدتهم، حبيت عاودهم لي حتى الاخر ما عرفتش ما فهمتش. ان شاء الله ان شاء الله، درنا عده وصفات تاع الحصه خاصه بالمرقد. نحافظ على المرقد، نحافظ على الفلفل المرقد. درنا لي رحينا الفلفل الحار ودرت له الملح وخليته قطر في الكسكاس مليح، بات ليله كامله. من بعد غدوه من ذاك فوالا. ما نحبش نحط على الاخر وانا من المتبعات تاعك، ونحوس على كوفيتين تاع. اذا شوفي الاخت الكريمه، تلقاي الوصفه على اليوتيوب، ديري واش نطيبوا اليوم مع الشيف مريم، راح تلقاي كامل الوصفات تمعي تماك. يعطيك الصحة، وصفة المرقد تلقايها. يعطيك الصحة بنتي. شكرا شكرا الأخت الكريمة، نشكرك على المكالمة سيدتي، وإن شاء الله ما يكونش آخر اتصال. البريوش الخبز تاعي راهو يخمر، شوفوا معايا مشاهدينا فوالا، البريوش راهو يخمر. إذا نروحوا دوكا لافينيسيون تاعنا، نبداو بهذاك الحساء ديالنا. حنا يعني لازم نخلوه يسخن شوية، لكن حنا الوقت لازم نوجدوه باش نحطوه في لاسوبيير، وكذلك نوجدو كامل الطاوله تاعنا تاع نهار اليوم البسيطه والمتواضعه اللي فيها صفر لحم، يعني غير موجود فيها تماما اللحم والبنه، واش نحكي لكم، والرائحه راهي ما شاء الله. اذا نحاولوا انه نحطوا فقط، نجيبوا عفوا لابلونش هذه احسن، نحط فوقها باش نكون قريبه. بسم الله. الميزه تاع هاد لي مغميت مشاهدينا الكرام هو انهم دي مغميت بروفيسيونيل، شوفوهم تلقاوهم عند برومو فيسيل. شوفو انا ما داريش بزاف الوقت لاصوب تاعي، بالخف طابت ميم با يعني 20 دقيقه. النوعيه تاع هاد لي مغميت روعه، اينوكس عفوا عفوا اكيد. اذا حنا رانا نميكسيو في الخضروات تاعنا، عندنا متصله ما قدرتش تحكمنا، يعني كتبت لنا قالت لنا مربى العنب ومربى مربى العنب ومربى الليمون، ان شاء الله كيما مربى العنب رايحين نحضروه، يعني راه مبرمج لانه راهي لا سيزون تاع العنب، وكيما يقولوا دوكا هذا الاخر اللي يكون فيه البابه كيما يقولوا، هذا هو احسن موسم اللي نحضروا فيه المعجون تاع العنب وكذلك تاع الليمون، ماشي مشكل. تحياتنا لك سيدتي، وهذه الايام ان شاء الله راح نبرمجوا في خاطرك. شكرا. اذا هنا ميكسيو جميع يعني المكونات تاعي فوالا، هنا اللي ما حبتش تميكسي كامل الخضروات تاعها، لكن اختيار سيداتي، نخلوهم شويه فوالا، لكن الحساء تاعي لا تيكستور تاعو راهي ما شاء الله. الصوت تاعو راهو مزعج، مي ما يهمش، حنا ما يهمناش هذا الامر، همنا هي الوصفه. فوالا جيد.
جيد بهذا الشكل. اذا الحساء تاعي راهو تقريبا واجد. هنا اللي تحب تزيد له شويه تاع لا كريم فريش لكم الاختيار مشاهدينا الكرام، اللي ما حبتش نخليوه كيما راهو يعني راح يكون رائع كذلك. نشوفوا لا تيكستور تاعو مع بعض، نجيبوا لالوش تاعنا ونوري لكم كيفاش جا الحساء تاعي. فوالا هاي لا تيكستور تاعو. تقدري يعني شوفوا انايا كيفاش من داك كي نرحيه راح نجوزو في الصفي باش يولي لي ليس، فهمتوني؟ اذا هذا هو الحساء تاعنا اليوم، رانا كملنا من الحساء. نمروا الان الكيكه تاعي راهي تتشرب. نمروا الان تزيين الكيكه تاعنا. انا الكيكه تاعي كنت حضرت ديجا واحده راح نوريها لكم مع بعض، تشوفوا يعني الفينال تاعها كيفاش جا، وراح نشوفوا مع بعض باش نزينوها. كيكتي الجميله هاي ليك او الرائعه، شوفوا لي القوام تاعها كيفاش جا، كيفاش جات طريه. الله الله. نجيبو ريسيبيون، عفوا نجيب الباتور ديالي. يلا نستقبلوا مكالمة من وهران. الو الو. نعم السلام عليكم، كيراكي مدام هايا؟ لاباس الحمد لله، وانتي كيراكي؟ كيراي صحتك لاباس؟ ما شاء الله. وانتي كيراكي دايره؟ راكي مشرفه وراكي منوره. شكرا شكرا سيداتي. والله العظيم. تفضلي الاخت. الحمد لله سيداتي، راكي تجربي. انا شوفي نكون منوره كي تتصلوا نتوما وتكونوا اوفياء البرنامج، حنا نحاولوا نمدوا لكم ما هو افضل ان شاء الله. راني نحكي لك روعه روعه، راني فرحانه وراني سبحان الله مندهشه كذا حكيت. الحمد لله المكتوب تاع ربي. ها زهرك اليوم مع بدايه موسم جديد. الحمد لله راكي كما يقولوا ما حنا رانا متشرفين بيك. شكرا سيدتي على المكالمه، نشكروها. اذا انا استعملت هنايا عندي 100 غرام، عفوا 200 غرام تاع الزبده، 100 غرام تاع الكريمه السائله لوتي، عفوا فيها نسبه الدهون 35% من الماده الدسمه باش نقدر نطلعها كيما لا شونتيي، فهمتوني؟ زدت عليها 50 غرام تاع السكر الناعم من منتوجات مهدي فود. هنا نحاولوا انو نطلعوها مليح، نشوفوا الا بربت لي ولا مازال. نطلعوها كيما الشونتيي. فوالا هذا سي تان كلاش طاج، راح نضيفو من الفوق. جيد، الكريمة تاعي راهي تطلع دوكا. نضيف لها شوية تاع السكر الناعم، قلنا درنا 50 غرام درتهم على دفعتين، عفوا بسم الله. فوالا نضربو مليح. هذا الشكل فوالا، شوفوا معايا كيفاش راهي تطلع لي رائعة. ايوه بهذا الشكل. Thank you.
جيد. اذا الكريمه تاعي شوفوا واش درت فيها. درت فيها 200 غرام تاع الزبده، 100 غرام تاع الكريمه السائله، 35% من الماده الدسمه، و50 غرام تاع السكر. نسبه الحلاوه كل واحد كيفاش يحب الحلاوه تاعها، ديروها المهم في الثلاجه باش ما تطيح لكمش. انا هذه صراحه باش ما نقول لكمش نبيع لكم انه مازالت راهي سخونه الشيه، ولكن ما عنديش خيار اخر، لازم نديكوريها ونحطها مباشره في الثلاجه هكذا، باش التزيين راح يكون بهذه الطريقة. ديكور بسيط، و يعني كل وحدة تزين كيفاش حبت الكيكة تاعها. إذا المشاهدين احنا واش راح نديرو، أنا نكمل نزين هذيك الكيكة تاعي، نخليها لكم حتى نهاية الحلقة وراح تشوفوها مع بعض. راح نكملو نميكسيو هذاك العصير تاعنا، بيان سيغ نزيدو له الماء ولا أي الحليب ولا كل وحدة واش حبت تضيف له، ومن بعد حنايا نتلاقاو بعد الفاصل ونشوفو كامل الوصفات تاعنا واجدين. مشاهدينا رجعنا لكم بهذه القعده الرائعه من عند بيان سيغ. احنا دائما نذكروا الممولين تاع الحلقه زاد ايديكو مع برومو فيتال اللي داروا لنا هذه القعده الشابه كما راكم تشوفوا بمكونات بسيطه، حضرنا لكم احسن الوصفات والذها، اللي هي كانت عباره على حساء اليقطين وين كانت يعني الدغيساج تاعو فينال بهذا الشكل. لا تيكستور تاعو انا ضفت عليه شويه تاع الكريمه السائله كيما راكم تشوفوا فوالا. هنا كل واحد كيفاش يحب اللي يميكسي، كان اللي يحب يخليه كيما راه، كاين اللي يحب يزيد يميكسي اكثر من هكذايا فوالا. شويه تحشيش شربه بيان سور في هذا الحساء الرائع. الخبز تاعي مشاهدينا الكرام اللي كان عباره على خبز بفرينه القمح الكامل، فوالا راح نوري لكم النتيجه تاع هذا الخبز كيفاش جا. شوفوا كيفاش يجي طري الله الله، ويجي يعني خفيف، وفرينه القمح الكامل راح تكون بهذه الطريقه. لا تيكستور تاعها شوفوا الخبز تاعنا بزاف خفيف، المهم تاعنا هو لازم يكون خفيف الله الله فوالا بهذه الطريقه. اذا نحطوه هنايا لانه راح يكون بيان سور يرافق اطباقي. والكيكه تاع نهار اليوم مشاهدينا الكرام اللي راحين اكيد نختموا بها الحلقه هي مع، راح نقطعوا حبه وتشوفوها، راح تشوفوا لا تيكستور تاعها كيفاش تجي عليه، لانه فوالا ايوه بهذا الشكل. راح نسيو نوقفوها هكذا، اذا هذه الكيكه تاعنا تاع نهار اليوم. هلا والملعقه تاعنا هاي ليك، شوفوا كيفاش تجي القوام تاعها. الجزر تاعي كيكة تاع الزبدة لازم تكون بهذه الطريقة هشة وخفيفة وتجي مويل للداخل، ما لازمش تجي ناشفة، نحس انه يعني رايحة لا تيكستور تاعها البغاوني. فوالا هذه هي كيكة الجزر الكلاسيكية المعروفة. اذا مشاهدينا راح نختموا الوصفة تاعنا، عصير اليقطين راح نشوفوا كذلك كيفاش جا. نحو فقط منا فوالا بسم الله. هلا هذا هو عصير اليقطين تاعنا. اذا عندنا كأس الخاص بالعصير، وكان عندنا كذلك الكأس الخاص بالماء. هنا نحبو نزيدو لهم دي طرونش تاع القارص، ما يهمش، فوالا بهذا الشكل.
إذا مشاهدينا الكرام كانت وصفاتنا نهار اليوم وصفات خفيفة ظريفة جد رائعة. أنا نختم معكم البرنامج ونقول لكم تلاقاو في وصفات أخرى أكيد مع الكيكة تاعي لازم ندوقها. مع السلامة.